تأكل الديدان، تمشي ويمشي دجاجة تأكل الديدان، تمشي ويمشي وراءها الصيصان. دجاجة تأكل الديدان، تمشي ويمشي وراءها الصيصان. دجاجة تأكل الديدان، تمشي ويمشي وراءها الصيصان. نشاط اليوم نشاط جميل، نشاط حرف الدال. سنلون حرف الدال، سنلون دجاجة، وهنا سنتدرب على كتابة حرف الدال. د د دو دي دجاجة. د د دجاجة تأكل الديدان، تمشي ويمشي وراءها الصيصان. جاهزون؟ نعم. هيا نبدأ. أديني أديني، هذه دجاجة إسراء. ما شاء الله يا إسراء، شكرا. هذه دجاجة جيداء. ما شاء الله. وهذه دجاجة ريان. ما شاء الله. وهذه دجاجة هشام. ما شاء الله. وهذه دجاجة إلياس. ما شاء الله، بارك الله فيكم، كتبتم بشكل جميل. ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله فيكم. والبقية نحن ننتظر يا عمري. وهذا عمل الصغار، بسم الله ما شاء الله. أنا فخورة بكم، أحسنتم ما شاء الله، بارك الله فيكم. محاولات طيبة، جميل جدا ما شاء الله، بارك الله فيكم.